فنعود على ما سبق من كلام لنلخصه تلخيصا، ثم نستأنف السير مع كتاب الله جل وعلا بعد بما يتلو من آيات كريمات. وكان الكلام حول ما أسميناه اشتقاقا من القرآن الكريم بالعقيدة العجلية التي هي وثنية إسرائيلية، والله جل وعلا جعل لها علامات تنبيها للمسلمين أن يقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة المال والذلة لكل ما هو مادي والتضحية بالدين من أجل الحياة الدنيا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. السؤال الخاتم لذلك الموضوع هو كيف الخروج، كيف التخلص، كيف التوبة، كيف التصفية للقلب من شوائب العجلية، كيف يخلص المؤمن قلبه وأهواءه من كل هذه الأمراض وهذه الشوائب التي تلحقه في الصفات ببني إسرائيل من حيث عبادتهم للوثن المالي الذهبي المادي. إنما يكون ذلك بتوثيق العقيدة على جهتين: جهة التعرف إلى الله جل وعلا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، وتحدثنا ولا نزال عن أسماء الله الحسنى في أنها تحمل أسرارا لا يمكن للإنسان مهما أوتي من السعة في الفكر والعمر أن يحيط بحقائقها، لأنها صفة الكمال والجلال إذ سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك فالله جل وعلا من حيث هو رزاق يتضمن ذلك من بين ما يتضمن أنه يقضي بالأرزاق لعباده، وأقصد بأنه يقضي يعني أن الله عز وجل من حيث هو اسمه سبحانه وتعالى من حيث هو اسمه الرزاق، هذا الأمر هذا يفيد لأن الله تعالى لما اتخذ له اسما هذه سيمته وهذا لفظه الرزاق، يعني أن قضية الرزق رب العالمين يقول قضية محسومة ديالي ماشي ديالك، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وعبر بالقوة والمتانة في سياق الحديث عن الرزق وعن وصفه سبحانه وتعالى بصفة الرازقية، ولذلك جعل له هذا الاسم الحسن الرزاق. وذلك أنه جل وعلا إذا قضى أمرا فيما يتعلق بالأرزاق فلا راد لقضائه. الرزق يعني قضاء قدر، قضاء قدر ما يفهموش الإنسان بذلك المعنى التواكلي، كلا أبدا ماشي هذا المقصود، والعقيدة التواكلية لا علاقة لها بالإسلام، وإنما التوكل الذي يعتمد فيه العبد على الأسباب ويعبد رب الأسباب. هذا الفرق بين العقيدة العجلية ديال بني إسرائيل والعقيدة الإسلامية الصافية التوحيدية. بنو إسرائيل عبدوا الأسباب، أسباب ديال المادة اعتبروها هي الآلهة فعبدوها، ولذلك عبدوا المال في ذاته كيعبدوا الدرهم والدينار نفسه، بينما الله جل وعلا هو الذي خلق الدرهم والدينار، هو الذي خلق الأرزاق، وهو الذي قدر الأقوات، قدر الأقوات يعني ذاك القوت اللي غادي يدخل لك، ديك اللقمة اللي غادي تبلعها محسوبة حتى هي محصية، حتى ولو رزقت رزقا واسعا فإنما تأكله من ذلك الرزق وما تستفيد أنت منه بشكل مباشر محصي عليك، لأن فيه الحساب، خص واحد يعطي الحساب لرب العالمين، هذا الشيء باش الأرزاق محسوبة علينا إننا غنعطيه الحساب ديالها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة جاع هو وأصحابه أصيبوا بمخمصة، كانت أيام يعني لم يدخل فيها شيء الخزينة الدولة ديال المسلمين، ولم يكن هنالك من أسباب يرتزقون بها، فجاء عدد من الصحابة وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم ما بهم من جوع قصد أحد أصحابه ممن كان له مال وسعة
واحد الصحابي كان عنده لبس عليه ربي تعالى وسع عليه في الرزق، ومشى وقصدو الدار ديالو كان عنده جنان، فلما طرقوا الباب ديالو وجد انه رسول الله مع اصحابه فرح فرحا كبيرا وقال لا احد اكرم مني اليوم، ما كاينش واحد اللي راه يعني كريم بحالي هذا النهار، لانني ساكرم رسول الله واصحابه. هذا المعنى ديال الكلام. فآواهم الى الظل، دلهم واحد الجلسه في الظل، وجعل يسن الموسى بدا يمضي الجنوي باش يذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافو قال له اياك والحلوب، عندك تذبح شي حاجه كترضع، يعني نعجه او بقره او شي من القبيل. فذبح لهم شاة. خلاصه الكلام، لما اكلوا وشربوا وارتووا الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم كلاوا وارتاحوا وذهبت المخمصه، في اخر الطعام قال لهم سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام لا تسألن عن هذا النعيم. سماه نعيم، ياك عذب انتم جيعان، امعاؤكم تتمزق بالمخمصه وقد اطعمكم الله وسقاكم، غادي تعطيوا الحساب ديال هادشي. ليس معناه الحساب يعني انه غادي تعاقبوا، ليس هذا المقصود بالذات، ولكن سينظر اشكرتم ام كفرتم، خصك تحمد الله. فلذلك الرزق اللقمه يلقمها العبد سيؤدي حسابها، يعني سينظر في عمله بعد ما شكره لله. ولهذا الاقوات لان القوت هو داكشي اللي تاكل ديال النهار، واللي كتاكل يعني بحيث كتشبع، ما كيشيطش عليك وما كيخصكش، كيتسمى القوت. في الحديث كان طعام آل محمد قوتا، ما كيجوعوش ولكن ما كيخصهمش، وقد يجوعون، يعني غير المقصود النهار اللي ياكلوا كياكلوا ما كيشبعوش ولكن ما كيجوعوش، قوت كيتسمى القوت. فالقوت الذي يقتاته العبد يسأل عنه، ولذلك كانت الأرزاق مقادير. فالله سبحانه وتعالى هو بذاته تولى مسألة الرزق، توزيع الأرزاق وتقدير ديالها بقسمته. القسم الأرزاق قسم إلهي، وكل يبتليه على قدر ما علم الله بقلبه من الشكر أو الكفر. الأرزاق راه ابتلاء واختبار، الأرزاق دايره بحال الأعمار، شي عمره طويل شي قصير شي متوسط، كذلك الأرزاق باش بنادم ما يغلطش في الرزق ويسحب له، يعني أنه يؤتاه على علم عنده كما زعم قارون، بل العبد يتسبب، لكن القسمة قسمة إليه، والأرزاق مقادير إلهية. ولذلك الإنسان من اللي يحقق العقيدة دياله في الرزق يتخلص قلبه من العقيدة العجلية. فقلت يعني الجانب أو العلاج ديال مسألة الأرزاق لها جانبان، جانب عقدي يتعلق بالتعرف إلى الله من حيث هو الرزاق، وجانب كيتعلق باليوم الآخر الآخرة. وقبل الحديث عن الآخرة أشير إلى هذا التعبير القرآني الذي أوردته قبله، إن الله هو الرزاق قال ذو القوة المتين، عبر بالرزق في سياق القوة والسلطنة والعظمة والسيطرة، بمعنى أن قضية الرزق إلا أعطاها لك ربي ما كيش ليق لك، ولو تدخل أطغى طغاة الأرض ما كان له لينزع منك شيئا رزقك الله إياه، لأن اللي أعطاه لك كيضمن يوصلوا لك، كيضمن يوصلوا لك حتى الكرشك، وبقوة وبمتانة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه جل وعلا. ولذلك عمر العبد إلى دار يدو مد يدو الأسباب التي أمير بها، ما عمره ما يخاف من مسألة الرزق نهائيا، راه ما يوصلك إلا ذاك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى، وما ينقصك إلا ذلك الشيء اللي الله تعالى ما دارو لكش وما كتبو لكش. فإذن إذا صحت عقيدة المؤمن من هذا الجانب بقي أن يصحح عقيدته من جانب آخر، وهي إحنا كنعيشوا لمن طبعا يعني سهل نقوله كنعيشوا للآخرة، يصحح عقيدته في الآخرة المؤمنون من هذه الأمة
وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مؤمنين، عندهم واحد الطبيعة يمكن نسميها طبيعة أخروية. الناس ماشي ديو الدنيا، ديو الآخرة، يبنون الدار الآخرة، كيبنوا الدار ولكن الدار ديال الآخرة. وسبقت الإشارة إلى هذا، أن الإنسان اللي كيبني الدار كيبني الدار كما الدار اللي يبني في الدنيا. الدار يعني الناس معروف يعني هذه الحكمة العجيبة، أن اللي يعني تبلب البني كيمشي كله، يعني الفكر دياله والأعصاب دياله ينعس ويفكر في البني ويصبح ويفكر في البني. يعني البني صعيب جدا فعلا، واللي مجربينه وعارفينه، فكيرفد كيخطف كيخطف الهم الكلي ديال الإنسان. يعني الحياة ديالو كتولي الدور كلها على ديك البناية اللي كيبني، دار أو فيلا أو عمارة، إلا كيبني شي حاجة كتديه كتبتلعه. هكذا كانوا الصحابة، ولكن كانوا كيبنيوا فعلا، إنما يبنون الدار الآخرة، كتديهم في خطرة مشغول ما عندوش الوقت باش يحك راسو كيبني الدار الآخرة. هذه العقيدة كلما توغل فيها العبد، كلما نجا من مرض العجلية، الدواء ديال العجلية أنه تبدأ تشوف في الدار ديالك في الآخرة حقيقة. ما يعني الإنسان كيفكر في الدنيا في القطعة ديال الأرض يبنيها وكيفاش يدير لها ويخمم، اللي مازال ما عندوش كيفكر واللي عنده كيفكر يوسع، وكل واحد والفكرة ديالو حول الدار ديال الدنيا. ولكن عيب حقيقة أن الإنسان ما يفكرش كيفاش يمكن تكون الدار ديالو ديال الآخرة. أولا فين كاينة؟ واش في هذه الجهة ولا في جهة أخرى؟ نعوذ بالله من الأخرى. أم أنها في جهة أهل الإيمان؟ إذا كانت في جهة أهل الإيمان، ما موقعها؟ واش في السفلي ولا الفوقي؟ وفعلا لأن الدار الآخرة التي هي الحيوان، يعني الحياة الجميلة السعيدة المديدة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. ولكن يعني ما كاينش ولكن أحب الاستدراك لأنه مقصود في المعنى وهو من باب التفسير. لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان أي الحياة الحقيقية الطبيعية المديدة التي لا تنقضي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي بأنه المنازل ديال الآخرة، يعني الطبقات ديال الجنة، منازل كتسمى المنازل، يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث صحيح عجيب جدا وجميل، يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، إن أهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام تقريبا هذه الصيغة. يعني من اللي تشوف ديك النجمة الدرية في الضية كتبرق طلع في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القند في السماء، كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئية بعيدة ما شاء الله، راه هكذاك المنازل ديال الجنة. تبدا تشوف واحد النجمة بعيدة بعيدة بعيدة، ولكن كتبرق شنو هذاك؟ القصر ديال سيدنا عمر، بينك وبينه ما شاء الله. اش هو الفرق؟ فارق العمل، واحد دار الفينيسيو واحد ما دارهاش. راه يعني حقيقة على قدر الهم ديالك بالدار الآخرة تكون منزلتك ويكون مسكنك منها. وفعلا المؤمن لما يجعل هذا هم من الهموم الأساسية ديال الدين ديالو ديال الحياة ديالو، يبني الدار الآخرة فعلا، حقيقة يدوز عليه النار وما قدم الدار الآخرة والو، إذا ما مهتمش ما كيبنيش ما مبليش بالبني. وأصحاب رسول الله كانت فعلا اهتماماتهم انشغالتهم ببناء تلك الدار. واحد الخطرة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وكانت المجاعة صابوا المسلمين بالمجاعة، كتسمى عام الرمادة، واحد العام كان نتيجة ديال سنوات ديال القحط، ما كانت شتاء وجعوا المسلمين وكان قحط وجفاف. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شدته الصفورة، بدأ يصفر بالجوع كيكلش وهو رئيس الدولة أمير المؤمنين. بعض الصحابة قالوا دي من باب المصلحة خصنا نصحه، شي معقول هو كيسير مصالح الأمة خصو يأكل باش يقوى، لأنه يعني فعلا معقول زعما المنطق هو هذا، خصو يأكل باش قد يسير هذه الأمة، هذه خصو يتهلا في راسه. قالوا هالي
فتبسم وقال رضي الله عنه وأرضاه. كيقول هل سيدنا عمر بن العاص، لأن عمر بن العاص هو اللي ينصح هذه النصيحة، كيقول له أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزى فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج؟ واش يسحب لك زعما أنا ما عارف شيء وما قدر شيء باش نعطي أمر الخدم وينوضوا؟ يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني إلا بغى يديرها يديرها بيده، لأن الدنيا جاته ورفضها، ويدير يعني يذبحوا جدي صغير. هذه راه وصفة يعني ديال الطبخ، هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمر بن العاص يقولها له من بعد، يعني يشدوا جدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي صوبوا. وصفة ديال 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 الطبخ كانت عند العرب في الجاهليه، وتعطي واحد لذة عجيبة جدا في الطعام كما هو جدي كيتطبخ صغير. قال له عمر بن العاص أراك بلذيذ الطعام خبيرة، يعني راك تعرف سميتو. ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له ولكننا نخشى. منين خايف؟ خايف نخشى أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا، هنا ما عندكش. رغم أنه إنما تحدث عن الحلال الطيب، ما كانش يتحدث عن الحرام، ولكن بشدة رضي الله عنه وأرضاه بشدة انشغاله ببناء دار الآخرة لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا أن المؤمن حقيقة ينبغي أن يكون متوازنا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن ولكن هذا كان في حياة سيدنا عمر استثناء، لأنه كان عم الجوع. قال كما المسلمين جيعانين حتى ننجوع، علاش انا نشبعهم جيعانين؟ بغيت تقد معهم. وتلك حكمه يحمد عليها رحمه الله عليه ورضي عنه وارضاه. فالشاهد عندنا ان اولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيوا الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها، وما بناء دور الدنيا الا لتكون سلما لبناء الدار الاخره. يعني كانوا كيبنيوا الدور الدنيا، ولكن بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلى الحيط، الحيط الحقيقي ديال الاخره. يعني هذيك هذاك الرافعه دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه، هي انما هي وسيله، بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها، ولكن باش غير باش تعلى، باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا، ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد، اذن فقد اهلك نفسه، أهلك نفسه. من هنا إذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجلية أن يعجل، يزرب، يسربي، يسرع ويسارع، أن يعجل إلى التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق. يتأمل هذه القضية دي الرزاق، يتأملها مزيان، نعس عليها وفق عليها. أراه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لان راه وسواس ابليس الشيطان يجيك ويوسوس لك، نقول لك انت الا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش وما درتش ما غاديش تبني وتشرد ولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، ابليس ملعون، ما يجيب لك الا القبيحه. والله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد الساعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة. فإذا عالج العبد نفسه بسم الله الرزاق، وتدبر الدار الآخرة وأعد لها، ودير فعلا مشروع هكذا، يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين، يعني دير عقدة مع الله، كونترا عقدة، يا ربي بغي نشري منك دار، قطعة أرضية في الجنة، هذا الإحساس. إذن تبنيها، كيقول لك ربي تعالى غنعطيها لك، ولكن انت بنيها فبنيها بعملك. ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا، والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره هنالك، ويدل فيها الجردة. هذه الجردة يعني واسعة فسيحة. واحد الخطرة سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلقى بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء، قال له أقرئ أمتك مني السلام، سلم على الأمة ديالك وأخبرهم أن الجنة طيبة، يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماؤها طيب. قال له الغراس ديالها، الغراس الغرس ديالها
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأذكار تسبيح كلما سبحت كلما جردني في الجنة، راكي غرس لك الحدائق والألوان والأشكال المنزل ديالك الدار ديالك، باش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا، لأن جوج الأمور تما ممدوحين في الجنة. الساعة عرضها كعرض السماء والأرض، استساع يعني. واحد حديث عجيب جدا أن بعض أهل الله ربي تعالى يدخلهم لواحد الجنة وكيعطيهم واحد القصور، يعني واحد الجمال اللي عندهم الذوق الفني بالمعنى يعني الحديث الكلمة، يتعجبوا من هذا الحديث العجيب، وهو حديث صحيح الإسناد. كيعطيهم ربي تعالى ياقوتة، كيسكنهم في ياقوتة. إنما هذه الياقوتة كيديرة يعني هذيك الصدافة ديال البحر، الصدافة ديال البحر. وتصور واحد القصر ديال بحر الصدافة، يعني واحد الهندسة جمالية غريبة جدا. لكن كيقول لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ما بين الزاوية والزاوية في الصدافة مسيرة عين أو مد البصر، يعني تشوف بعيد عاد كيبان لك ذاك القنت الآخر، يعني اتساع، يعني الصدافة الداخل ديال الصدافة من الساعة بحيث أنك راك هنا والقنت الآخر في الطرف ديال المكناس اللي يعني الطرف ديال 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 الصدافة راه هو في الدخلة ديال المكناس على طريق فاس، والقنت الآخر في الخرجة ديال المكناس على طريق الرباط، وزواياها أربعة، عند أربعة ديال القنوت، وكل قنت عنده أهلون، يعني عنده زوجة في كل قنت. قال لك يعني الأهل في هذاك القنت ما كيشوفوا شيء، الأهل في القنت الآخر لبعد المسافة كيبانوش. فاتساع يعني محمود في الجنة التي وعدها المتقون الساعة، يعني ربي يعطيك قصر ويعطيك لك واسع، والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة. الساعة ها واحد، ثانيا العلو، عالي. فالعلو ممدوح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الفردوس الأعلى، يعني اطلبوا الله تعالى إذا سألتموه اسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، هو الأعلى ووسط، لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء، ومنه تتفجر أنهار الجنة، عنده النبع من تما كيخرج العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور. فلذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء، وهي في كتاب الله رب العالمين. الأوصاف اللي وصف بها في الجنة مش عبث، باش جات صور عديدات وآيات كثيرات، صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها، كلها كتكلم غير عن الجنة والنار، غير عن الآخرة، تهدرش على الدنيا. هذا إذن عنده معنى. إيش معنته؟ معنته أنك يقول لك ربي خصك تعرف الأحوال ديال الآخرة باش تعلق بها، وتعرف أنت تخطط الموقع اللي تراهن عليه، لأنه رهان فعلا. إن ربح العبد كان رابحا، وإنما الخاسر من خسر نفسه وأهليه يوم القيامة، نسأل الله العافية والنجاة من الخسران المبين. ذلك إن شاء الله مسلك يسلك بالعبد لعلاج نفسه من عقيدة العجليين، ثم أيضا لأن يترقى بمراتب الإيمان، وكيكون عنده الحافز. معروف الآن يعني في المقاولات وفي الأشغال والإدارات أن بنادم ما يخدم تتكون عنده الحوافز. ربي تعالى دار لنا هذا الشيء هذا في الكتاب والسنة، في القرآن الكريم كله حوافز. فمن أهم الحوافز أنك تعرف على شنو عندك له. ولهذا كان من العلم النافع، أقول من العلم النافع، أن يتعرف العبد على أحوال الآخرة. ولذلك ننتقل بعد بحول الله مباشرة إلى الآية التي تتلو، وذلك قول الله جل وعلا: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، كلهم هادوك اليهود الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا مقطع آخر مرتبط بما قبله ومؤدٍ إلى ما بعده، وهو من أعظم الحكم التي صاغها الله جل وعلا في هذا الكلام الرباني العجيب. حري
حري بالمؤمن الذي يريد فعلا أن يسلوك إلى الله جل وعلا بصدق وأن يصل بأمان وسلام أن يتدبره. وما أنزل القرآن إلا لتدبر. اليهود كانت عندهم واحد الدعوة عندهم وعند النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة غير اليهودي، النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة إلا النصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني كيتمنوا تلك أمانيهم، يتمنوا وتلك الأماني بلا برهان ما عندهم عليها دليل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا التعبير هذا دال على أن الكلام قالوه جوج ديال الفرقات، جوج ديال الفرقات هما اللي قالوه. فرقة اليهود قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قالوش أو نصارى، هما لا غير هودا، لأنه يعني ما كيعترفوش بالنصرانية، هما اللي بغوا يقتلوا سيدنا عيسى، بغوا يقتلوه، حاولوا لم يفلحوا لكن كانت المحاولة. ولذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما النصارى قالوا عودهما لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، إلا من كانوا نصارى يعني. فلا اليهود ولا النصارى، كيرد عليهم رب العالمين. ويخص أساسا ها هنا في هذا السياق اليهود، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة يعني الفهمات الكبيرة الخاوية، دعوة. الله تعالى كيجاوبهم في هذا السياق، جاوبهم في سياقات متعددة بمقاصد مختلفة، ولكل سياق قصد متميز متفرد، لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيء البتة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأنه الإنسان كيبدا يتساءل، هاد الفشوش، هذا الدلال اللي كان عند اليهود اللي كان كيخاطبهم سيدنا عيسى سيدنا موسى، وعاود خاطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا، وكيخاطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا، ما لهم؟ يعني لأنهم كانوا كيتحدوا الله تعالى مباشرة، ادعوا لنا ربك، اذهب أنت وربك، يعني واحد قلت الأداب. منين جاي وما جاي؟ من بين أهم أسباب المرض اللي عندهم في هذا الشيء أنهم عندهم واحد العقيدة مفترات كذبوها عليهم الأحبار ديالهم، وصدقوها بما في أهوائهم من حب المال، صدقوها، وهي أنه لن يعذبهم الله إلا أيام معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. يعني هذه الدعوة خلتهم يعني مستعدين يديروا جميع الجرائم ويديروا جميع المصائب على أساس أنهم الجنة عندهم ديالهم غير هما، وما خلق العالمون إلا لخدمتهم، يعني جميع أجناس البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود، هكذا يظنون. ولذلك يغشوا العالم، يسرقوه، ينهبوه، يقتلوه، ما كاين بس ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الحساب بيناتهم هما، يعني اليهودي ما يظلمش اليهودي ما يكلوش ديالو، إلا وقع بيناتهم شي حاجة غادي يتحاسبوا يوم القيامة. أما إلا ظلم مسلم ولا ظلم نصراني ولا ظلم شي واحد آخر ما كاين حساب في داكشي، غير ذبح. ليس علينا في الأميين سبيل، فإذا أنتم ضامنين الأخيرة، هذا المعنى، الأخيرة عندكم مضمونة، الجنة مضمونة. طيب إلا مضمونة، ربي تحداهم بواحد تحدي من أعجب ومن أغرب أنواع التحدي ما وجدته في القرآن مثله، تحدي غريب جدا وما قدروش يديروه. سبحان الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني بوحدكم مصفية لكم انتما من دون الناس، غير انتما بوحدكم، الدار الآخرة التي يقصد بها هنا الجنة غير لكم انتما، عند الله موجدة من دون الناس خالصة لكم. إذا كنت تقولوا هذه الدعوة كتأمنوا بها وصادقين، إوا كان تحداكم بحاجة واحدة، تمنوا الموت. تعرفوا شنو هي تمنوا الموت؟ ماشي يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحنا ما كرهناش الموت، لا، غير يتمناها في خاطره، تمناها في قلبه، كاع ما يقولها لي أنا، تمناها لداخل، كان تحداك تمناها لداخل في قلبك دون أن تعلن عنها، وما قدروش.
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول بأنهم لو تمنوه داخل قلوبهم لأخذهم الله من الأرض، يمسحهم من الأرض، لكن علموا أنهم يتحدثون. شوف الكفر ديالو كيفاش داير، عارفين ما عندهمش غرام ديال الشك أن هذا اللي كيتكلم معهم رسول حقيقي، وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي، وأنه إلى لعبوا معاه مشاو في المزح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. غير تمنها في قلبك، هادي وما قدروش يديروها، والله تعالى حكم بذلك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم، نافى الحاضر والمستقبل. وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه، يعني لا هو في الحاضر ولا في الحاضر المستمر ولا في المستقبل البعيد، في الآية الأخرى أبدا، نفي التأبيد إلى يوم القيامة. علاش؟ لأن عارفين اش دايرين بما قدمت يديهم. شيء عجيب جدا، يعني شوف العقيدة العجلية فين كتوصل مولاها. ولذلك قلت الآيات مترابطة كتوصل لدرجة أنه يعلن التحدي على رب العالمين وهو يعلم، عارف كل شيء، وعارف بأن الله تعالى شديد العقاب، وأن هذا الكلام هذا كلام رسول. راه اليهود ما كانش عندهم غرام ديال الشك في أن سيدنا محمد نبي حقيقي، موقنين بأنه نبي، ولكن ما بغاوش، لأن ماشي يهودي، ماشي من بني إسرائيل، جي عربي، ما بغاوش. ويعني وكيتعنتوا على رب العالمين كيقولوا تجيب لنا رسول مننا نأمنوا، من غير مننا لا ما بغيناش. ولو أنه أرسل إسرائيليا من بني إسرائيل لكفروا به. علاش؟ لأنه حتى ولو أرسله الله يهوديا غادي يجيب الحق، وما مستعدينش هما للحق. ومن قبل سيدنا عيسى منين جا؟ من اليهود. شنو هو عيسى عليه السلام؟ إسرائيلي. شحال واحد كيسحب له يعني بسبب يعني التحول البيئة والظروف أنه سيدنا عيسى، حتى النصارى ديالو ربا غلطين في هذا الشيء. هذا القرآن واضح مسطر الأمور، كيسحب عدد ديال الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنساوي ولا إنجليزي. ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دايرين له عينيه زرق ووجهه بيض زعر رومي، عمره ما كان هكاك عليه الصلاة والسلام. كيتخيلوا هو سيدنا عيسى من الشرق العربي من فلسطين، ما عمره ما كانت عنده ديك الهيئة عليه الصلاة والسلام، خيال تخيلوا. فعيسى عليه السلام يعني كان منهم، من 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 آل عمران ولد مريم، ومريم شكون هي؟ يعني من بني إسرائيل مريم، وعمران أبوها من بني إسرائيل، فجاهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والإنجيل، ماشي جاب لهم غير الإنجيل بوحده، لا جاب التوراة وجاب الإنجيل بجوج، وكفروا لأنه كما قلنا من قبل بغى يقلع لهم الربيعة. يعني أولئك القوم من سدنة، يعني مالين الحيازة على الأموال، اللي بدأوا كيبيعوا الفتوى يتخلصوا في الفتوى، يحللوا وحرموا مقابل أموال، ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل أموال، أرفضوا جي الحق. ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به، بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل. على زكريا ويحيى منين هما؟ وقد قتلهم بنو إسرائيل، يهود هما يعني من بني إسرائيل، وجاءوا أنبياء وجابوا الحق ودبحوهم اليهود ولد عمهم وخوتهم وأسر ديالهم. فلذلك يعني العقيدة العجلية تعمي، وكما أنها أصابت بني إسرائيل قد تصيب المسلم مع الأسف. وهذا الشيء مش كيحكي الله في القرآن، وهذا الشيء كنشوفه كيف أن المال يوصل بالإنسان إلى أسوأ دركات الكفر، ويدير أبشع الجرائم اللي تشوفها في المجتمع كتلقاها ترجع في كثير من الأحيان لعبادة العجل المادي. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني تحدى اليهود تحدي نفساني زلزال نفسي، كيقول له وكان تحداك غير ما تتكلمش، يعني اعتقد في نفسك ودير في الباطن ديالك أنك تتمنى أن تموت، لا يستطيع، يعني كارهوا الآخرة لأن القلوب ديالهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط. وهذا المعنى راه كاين عندنا، فين كاين عندنا؟ كاين عندنا في كثير من الناس منا، ممن تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا، ما عندوش استعداد يسمع الكلام على الموت،
هالظاهرة موجودة، ما عنده استعداد يسمع الكلام عن الآخرة لأنه ما دار حاجة مزيانة، ما عنده استعداد، كي ينفر من كل كلام موعظة، ينفر من كل آية تذكره بالله، نفور هو هذا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طبيعة ديال الظالم طبيعة الله خبير بها، عليم بها، وعارف العقاد النفسية اللي عنده، وعارف التركيبة باش مركب. ولذلك يقول لك رب العالمين بأن هؤلاء الكفار دعواهم تخالف عقائدهم الباطنة، هذا الفهم اللي يفهمه، ويقولوا سيدنا محمد أننا نؤمن بموسى وأننا كذبة، لا يؤمنون بموسى أبدا، كذابين، ولا يؤمنون بالتوراة أبدا، بل هم حرفوا التوراة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، شو التعبير ديال التفضيل، هذه الصيغة القوية، أفعل وبالإطلاق أحرص الناس، كل الناس، بل بالعموم المستغرق لجميع أفراد الناس، يعني أشد الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود. اليهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزق ديال الإذلال يعيش به، يعيش به مادم أنه حي. المسلم سبحان الله لا، ما عندوش هالطبيعة هذه، إلا من يعني مرض مرضهم، تصاب المرض ديال العجلية ديالهم. أما المسلم يعني نطلب الله العافية لنا ولكم، يعني من اللي كتوقع له الامتهان، كيوصل واحد الدرجة معينة ديال الإذلال، كتقد معاه الحياة والموت، وكيف تضل الموت. وهذا الشيء كنشوفه راه الواقع العالمي كيعطينا هذا الخبر هذا. كتشوف الناس يقبلون على الموت، علاش؟ لأن تقدت عندهم. أذلوا أهينوا، كيقول لك بنقص من هالدنيا، اليهودي ما عندوش هذه. أذل أهينا، كيقول لك نعيش واخا بالذلة والمهانة، المهم يعيش. يعني المسلمون حينما يعني يصابون بداء اليهودية العجلية يسلط الله عليهم العدو باش يصنع فيهم الرغبة عود في الدين. سبحان الله العظيم، يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح البوسنيين والهرسك والألبان وإلى آخره، يعني سبحان الله العظيم واحد عدد ديال المشاهد، نطلب الله العافية لنا ولكم المسلمين أجمعين، عدد ديال المشاهد وقعت يعني ما كنتش كتدخل لي في بالي نهائيا، ما كنتش كنفهمها. يعني مسلم ما خصوش يوقع له هذاك الشيء، يعني بحيث انه ارغموا اناس على يغتصبوا بناتهم، داير له السلاح فوق راسه باش يغتصب البنت ديالو ويغتصبوها. يعني شنو وقع له هذا؟ هذه عقيده عجليه تماما، ما فهمت هذا الامر هذا حتى جاب الله تعالى. يعني وشفت في بعض الندوات يعني اللي كنت حضرت ليها في الفكريه، وشفت الناس اللي حضروا يعني تلك المناطق، يعني من بعض الاساتذه اللي مشوا من هنا مدرسين في اطار السيسكو، هذه ديال التربيه والتعليم الاسلاميه، المنظمه الاسلاميه للتربيه والتعليم، وبعض الكتابات التحليلات اللي قريت على البيئه، انه يعني المرحله الشيوعيه اللي دوزوها في الاتحاد اليوغوسلافي السابق، يعني عدد كبير منهم دابت الاسلاميه ديالهم، ما بقاوش مسلمين، بقاو مسلمين غير سميات، غير واحد علي، واحد محمد، واحد احمد، واحد عبد الله، واحد فاطمه، واحد خديجه، ما بقاوش مسلمين. بحيث انه يعني المراه البوسنيه بقات كتزوج بالصربي، الخمر عندهم عاديه، رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم، اذا فين الدين؟ ما بقاش. فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين سلط عليهم الله تعالى البلاء. أرى الله تعالى لا يسلط البلاء على أقوام إلا إذا وصلوا مرحلة من المرض الاجتماعي اللي يمكن نسميه بالمرض المخوف، وكيعالجهم الله تعالى بالسنة الكونية، لأنه لما الإنسان ما كيطبقش السنة الشرعية كيعالج الله بالسنة ديال القوة، سنة الكونية. طيب إذن شنو كان يوقع؟ قلت لك موت، موت وما تديرش هذه الفضيحة هذه. ولكن بدا بنا يحب الحياة في الذلة، هي العقيدة العجلية بالضبط. لكن الحمد لله عموم الأمة ما عندهاش هذا المرض، عموم الأمة واخا فساق مسلمين وفجار لما كيتمسوا في الكرامة ديالهم كيصبروش، ما عندهمش العقيدة العجلية، لأن الحمد لله الخير باقي، الخير بالمعقول، الخير رغم مظاهر الفساد والانحراف، الخير باقي في الأمة. إنما الله تعالى كيحكي لنا هذا الشيء باش يعني الفساد والانحراف
خطير أنه يتطور، لأن الأمراض تتطور من سيئين إلى أسوأ. والله قدر الله توصل لواحد المرحلة ديال اللعودة صافي، كيجي القدر الإلهي أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كساعة ربي كيقول لك ما عندي ما ندير بهذا النوع ديال البنادم، كيبدل الجيل، كيمسح هذاك الجيل بزلزال أو بوباء أو بمذابح ويأتي بجيل جديد. راه فين ما شفت شي أمة تباد عرف بأن الجيل السابق ما دارهاش مزيانة، وصل لمرحلة ديال إغضاب رب العالمين، وأهل الخير انعدموا فيهم. وإنما ترحم الأمة بأهل الله القابعين فيهم العاملين بالخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لذلك الله عز وجل جاءنا بهذه الآيات الدواء، دواء وصفة طبية للنفس والمجتمع، يعني يا ربي ويبني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما أصيب به بنو إسرائيل من آثار هذه العقيدة العجلية، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حقيقة راه في طرف الإنسان يحب الحياة، واللي كيولي كره الحياة راه ولا مريض، يعني كيكره الحياة بلا 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 دواعي معقولة، هذا مريض مريض. ولذلك الله يستر اللي انتحر صافي، كيكون هذا إنسان وصل لمرحلة ديال المرض، مرض مديني أو نفسي نيت، وهما متداخلان على كل حال. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، الإنسان يحرص على الحياة وما كاينش اللي ما يحرصش على الحياة، إنما المؤمن حينما يحرص على الحياة يحرص على الحياة ما دامت كريمة، لكنها إذا هانت لا يحرص عليها، لا يحرص عليها، لأنه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياة؟ المؤمن أخروي ماشي ديالنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديالنا، ديال ليه؟ يحرص على آخرته، وإنما حرصه على الدنيا بما هي أدوات يبني بها الآخرة، لأن الدار ديال الآخرة باش تبنيها يعني داك المواد البناء كاينة هنا، وهي الأعمال التي تنجزها أيها العبد، لأن تما ما عندك باش تبني، تما الأعمال ما كيناش، والأعمال هي التي تبني آخرتك، والأعمال إنما هي هنا، لأن الدار الدنيا دار التكليف دار العمل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، ويكفي يكفي أهل الكتاب أن يكونوا كالذين أشركوا، لأن المشرك إلى حرص على الحياة شيء طبيعي طبيعي، لأنه المشرك المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيدة اليوم الآخر، ما كيأمنوش بالبعث فخطرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ما كيأمنش بأنه كاين الحياة من بعد، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لا يؤمن بشيء اسمه البعث والنشور، هذو هم المشركون. ولكن انتم آل هود كتقولوا بلي راه كاين الموت وكاين من بعد الموت الحياه وكاين الاخره وكاين الجنه وكاين النار، ايوا مالك لاصق في الدنيا كما لاصقين فيها الذين اشركوا، الا داروها الذين اشركوا واتتهم وناسبتهم، يعني كيقول لك ودي الاخره ما كايناش والله ما يشد في الدنيا. فشيء عجيب ان يقارن الله بين اليهود وبين الذين اشركوا، وتلك سبه فيهم. ولتجدنهم احرص الناس على حياة، تجوزوا حتى المشركين ومن الذين أشركوا، ومن ديال التبعيض، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو أن الله تعالى يعطيه العمر ديال ألف عام، يوم من بعد ألف عام ستموت، وبعد ألف عام ما هي ألف عام؟ شنو هي ألف عام في ميزان الأرض، يعني العمر ديال الأرض، ستموت، وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. وعبر بهذا الزحزحة زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها من جهنم؟ لن يتزحزح عن النار، بل هو غارق منبطح فيها والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، وليست وسيلة لتقيه من النار، أي أنه مهما طال عمره مآله في نهاية المطاف جهنم. بئس الحياة، بئس الحياة اللي يعيشها بنادم وهو موعود في نهايتها بالجحيم. يعني الحياة كلها عذاب، شوف تصور واحد تنتظره مصيبة
عارفها. يعني قبل ما توقع لديك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب. من أشد العذاب انتظار العذاب. طلب الله العافية لنا ولكم. شي واحد يعني غادي يواجه واحد المشكلة غدا ولا بعد غدا، عنده معها موعد مشكلة واخا تكون بسيطة، وكيبقى بنادم محن مع ديك المشكلة ما كيرتاح حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة. يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الآخرة عذاب، يعني حقيقة يعني أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا. ولذلك كل الكفار وبدون استثناء، واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية يمشي يدرسها، كي يتناولوا مخدرات من شتى الأنواع. مش المخدرات يعني هذيك اللي ضروق الحبوب ولا الحشيش، من غير هادشي. وراهما مليه هما اللي مبليين به أكثر من المسلمين، لكن عندهم واحد نوع آخر من المخدرات، هو التمتع باللذة. مفهوم اللذة دي راه فلسفة دابا كاينة في أوروبا وفي أمريكا. مفهوم اللذة، اللذة هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب أن يتذكر آخرته ولا يحب أن يتذكر الموت. ولذلك كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الدائرة عجيبة جدا، أنه كيوصلوا واحد السن معينة كيبداو ينتحروا. علاش؟ ما مستعدين شي يشرفوا، كيكره يشرف، ما عنده ما يدير بها. يعني يعيش مع حد شاب ملي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه ويضيق يضيق يضيق ينتحر. أما يعني الشيء العجيب جدا أنه يعني يتسلى، شوف سبحان الله كتلقاه كيضحك باش ينسى الموت. ولذلك يتمتع ويتجول ويدير جميع أنواع المتع، يعني لا شعوريا كيبغي ينسى الحقيقة ديال الفناء. المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده متعة، وهذا هو الشيء العجيب. النقائض تجتمع في دين الإسلام، النقائض الأشياء مضادة الموت اللي هي الفناء كتولي راحة عند المؤمن أنه كيعيش بها. عقيدة اليوم الآخر عندنا راحة، جمال شت الموت كتولي جمال، عقيدة عندها جمال حياة الإنسان المؤمن، أنه كيعرف كاين الموت ولذلك كيعيش الحياة ديالو متوازنة، يعيش الحياة متوازنة وكيعيش بالراحة. لأنه حقيقة لكل ما كيناش الموت راه مشكل كبير جدا، يعني كل شيء غادي يولي قاطع طريق. ولذلك يعني الناس عندهم سكينة وعندهم أمن، يعني كيتمتعوا بالأمن الروحي بسبب الإيمان، لأنه حتى لما لقى الحساب دياله هنا مزيان كيعرف راه كاين الحساب في الآخرة. ما قدرش يوصل لواحد الظالم أنه يقتص منه، كيقول كاين الله كان دعيه ليه وعنده اليقين بأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. كيقول كاين الله والحمد لله، الناس المغاربة كيقول الحمد لله على الموت. والحمد هو إحساس بالنعمة. علاش كتحمد؟ إحساس بالنعمة. الموت نعمة، نعم نعمة، هي مصيبة في الحديث، لكن باعتبار أش؟ باعتبار الفراق، مصيبة الموت لأنها فراق. أما الحقيقة القدرية ديالها رحمة، الموت رحمة، وما أمات الله عبدا مؤمنا إلا برحمة منه جل وعلا. واليهود يكرهونها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لأن الميزان مقلوب. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني الحياة الجميلة التي يعيشها المؤمن هو أنه يعتقد بأنه يموت مرة واحدة ويحيا أبدا، مع عمره ما يعود يموت. فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنيئة الرغيدة بعد الموت، يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت. الموت عنده مصيبة من حيث هي فراق، لكن ما معقدش منه، ما عندناش عقدة سميتها الموت عند الكفار. هذه عقدة فعلا عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين، هذا كمرض ديالهم، لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العجلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.